عقدت مؤسسات معهد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ندوة تناولت الحقوق المدنية والسياسية في مصر، وذلك على هامش الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف. وخلال الندوة أشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة معهد إلى أن قانون تنظيم العمل الأهلي الحالي رقم 149 يعد الأفضل على الإطلاق، حيث ألغى العقوبات السالبة للحريات وإنشاء المنظمات بالإخطار، وكذلك إلغاء حق الأمن في منع التظاهر وحصر هذه السلطة في يد قاضي الأمور وحده.